بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا المشاهدين الاعزاء وكل متابعي ومحبي برنامج نكهة خاصة داخل وخارج حدود الوطن. السلام عليكم ورحمة الله، ومرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم نكهة خاصة. ان شاء الله اكون خفيفة عليكم، تستفيدوا مني يا رب. الليلة ان شاء الله حنشتغل العدس على الطريقة الهندية، وحنشتغل كاري الخضروات، وحنشتغل حلى كرات الحليب او جلاب جامون. وحنبدأ إن شاء الله بطبقنا الأول العدس على الطريقة الهندية. حتطلع أشوف المقادير وترجع أشوف الطريقة معي. طيب شفتوا الطريقة، شفتوا المقادير، حتشوفوا معي طريقة العمل. أول خطوة حابة أعملها اللي هي الحاجة اللي بتميز المطبخ الهندي هي البهارات حقته. وأنا عشان أعمل العدس على الطريقة الهندية طبعا لابد إنه أوريكم أول حاجة كيف نعمل من بهاراتنا العادية السودانية، كيف نتحصل على خلطة البهارات الهندية أو الجرام مسالة. فأول خطوة حاخد الطوة حقتي على النار، حأجيب ملعقة من الشمار وملعقة من الكزبرة وملعقة من الفلفل وملعقة من الثوم البودرة وملعقة من القرفة. وأهم حاجة في البهارات الهندية الكركم، ملعقة من الكركم، البهارات يا اخواننا بهارات المسالة موجودة على الشاشة، وملعقة من الكاري وملعقة من البابريكا. بعد ذاك في ملح لكن حأقلبه شوية حتى بعد ذاك شنو، بعد انزله من النار حأقوم اضيف الملح، حأقلب دقيقتين ما اكتر كده. خلطتي بتاعت الجرام مسالة جاهزة، والخلطة دي يا اخواننا مش للعدس ده بس او للكاري بتاع الخضروات. الخلطة دي ممكن اعمل منها، اتبل منها الفراخ، اتبل منها السمك، اتبل منها اللحمة، اي حاجة. الحلة حقت الطبيخ العادي اليومي ممكن اشيل ملعقة صغيرة اكبها للحلة بتاعتي المفروك المطبوخ كله. بجد خلطة جميلة ورهيبة وما شاء الله يعني متكاملة، كل البهارات موجودة فيها. خلاص كده الجرام مسالة بتاعتي جاهزة، هاخدها على جنب، ممكن أديها حبة ملح، أديها تقليبة صغيرة وأخدها كده على جنب. عندي عدس أنا أساسا سالقاه، ويعني سالقاه وخلطاه، يعني عدس بالطريقة السودانية العادية، شوربة حق العدس. لكن الإضافة اللي حنعملها اللي هي حنعمل التسبيكة على الطريقة الهندية، وحنعمل الطشة الهندية. فحسي أنا أول حاجة حأبدأ بالتسبيكة. طيب بأخذ الحلة حقتي على النار، بعد ذاك محتاجة زيت، زيت أو زبدة يعني ما مشكلة. حكب الزيت بتاعي، حأجي عندي أول حاجة الكاري بتاعي، الكركم معليش، وبشيل حبة من الكاري وبشيل من الخلطة بتاعتي الجرام مسالة، أشيل منها زي ملعقة
هقلبهم شوية. بعدين هأنزل بالثوم بتاعي. طبعا يا اخواننا المطبخ الهندي معروف بانه يعني الهنود بيحبوا التوابل الحارة وبيحبوا النكهات القوية، فبصراحة يعني اكلهم التوابل حقته يعني زيادة شوية عن اللي احنا بنعملها او متعودين عليها. فبقلب الثوم شوية لحد ما احس انه نكهة الثوم نزلت لي في الزيت بتاعي. دي اخواننا التسبيكة، انا قاعدة اعمل في التسبيكة، التسبيكة بتاعة العدس. العدس عدس عادي مسلوق بالموية والملح زي عدسنا العادي التقليدي، لكن الاختلاف وين؟ في التسبيكة والطشة حقته. دي هسه التسبيكة. بعد ذاك انا هانزل بالبصل بتاعي. هاقلب البصل. لحدي ما احس انه البصل ابتدى يعني يدبل معاي كده. نقلب. لو عندنا يا اخواننا بقدونس فريش ممكن نضيفه، عندنا الكزبرة الفريش برضو نقطعه ونضيفه، يعني برضو لو حابة اعمل اضافات ممكن. هاقلب البصل. عندي طماطم مقطعاها، بعد ما البصل يدبل هانزل بالطماطم حقتي. شايفين اللون كيف؟ اهم حاجه في المطبخ الهندي عندهم الكاري والكركم، ديل يعني مشهور بهم المطبخ الهندي، اهم بهار عندهم، ففي اغلب اكلاتهم بيكون داخل يعني. هنقلب تقريبا خلاص البصله حقتي دبلت. بعد ده ممكن انزل بالطماطم. جيب طنشه. كده بتجد تسبيكة جميلة طعمها رائع. احنا طبعا متعودين بنعمل القدحة في العدس السوداني، قاعدين نعمل القدحة اللي هي نفس الحركة اللي انا عملتها قبل في الاول. الزيت بسخنه وبنزل عليه بالثوم، وممكن اضيف له صلصة وبنرشها على العدس من فوق، بجد بيكون رهيب وجميل. العدس السوداني ما فيه كلام، لكن ده كتغيير يعني للزول الحابي يعني مليته من الروتين بتاع انه نعمل كل مرة العدس بطريقة واحدة وكده، فده كتغيير يعني عشان نكسر الروتين شوية. هنقلب برضو كمان، هأستنى الطماطم لحد ما تدبل لي شوية. ممكن انا في المسافة دي اقوم اعمل الطشة اجهزها. طيب هاخد الحلة بتاعتي على النار، هأجيب برضو زيت. الطشة حقتهم بسيطة شديد. هاخد زيت بسيط، بس أنا مستنية الزيت يسخن شوية قبل ما أنزل عليه بالبابريكا. هقلب الطماطم والبصل حقتي. بعدين يا اخواننا
الطشة دي برضو داخل فيها الجرام مسالة. فأنا حأشيل البهارات حقتي دي، حابة أفضيها لأنه أنا حأستعملها كتير الليلة. حأفضيها هنا عشان بس أسهل على روحي الاستعمال يعني، هنا عشان أنتوا تقدروا تشوفوا شكلها كيف ولونها كيف. دي الجرام مسالة بتاعتي شكلها كده كده، هذه إن شاء الله تكون واضحة معاكم في الكاميرا بشكلها. هاخدها كده. طيب أنا عندي الزيت بتاعي سخن، الطشة حقتهم بسيطة عبارة عن زيت أو زبدة ومعاهم ملعقة من البابريكا وملعقة من الجرام مسالة، بس بسيطة جدا أهي. البابريكا حقتي طبعا بعدين معروف إنه الهنود بيحبوا الأكل الحار، يعني أكلهم دائما بيكون فيه بابريكا وشطة وكده. هقلبها شوية. أرفعها من النار عشان ما تحرق معي. خلاص كده كفاها. بيجي هنا التسبيكة حقتي ماشية كويس. خلاص على وشك. لو حابين ممكن تستنوا الطماطم اكتر من كده لحد ما الطماطم تحسيها يعني تهرد عديل. انا لكن حباه كده يعني، يعني ما دايره اخلي الطماطم لما تدوب كده كله. هاجيب العدس بتاعي طبعا. انا قبل قلت لكم العدس حقي انا مجهزاه من بدري، عدس عادي مسلوق بالمويه والملح وخلطته. بعد ذاك حاشيل من العدس وانزل على التسبيكه حقتي. لحد ما احس انه يعني الكميه يعني في تناسب بين الكميه بتاعه التسبيكه والكميه بتاعه العدس كده. يعني اللون بقى ظريف كيف. طبعا اللون الحلو ده جانا من الكاري او الكركم، جانا من الكركم. هنقلب ده، ممكن اضيف شويه تاني. كده خلاص العدس بتاعي جاهز. اهو العدس بتاعي جاهز والطشه حقتي جاهزه. بس نطلع فاصل ونرجع نشوف الحاصل.
أهلا بكم، رجعنا لكم. مساء الوردي عليكم. خلصنا العدس أو خلاص عليه وشك يعني، هو بس فضل بعدين أكب لكم الطشة، ففي بعد ده ممكن أدخل في طبق الحلى اللي هي كرات الحليب. ممكن تطلع تشوف المقادير وترجع تشوف الطريقة معي. يلا شفتوا المقادير، حشوفوا معايا الطريقة. أول حاجة حاجيب طوة أخد عليها نص كوب من الحليب، بعد ذاك حاخد عليها ربع كوب من السمنة، حاخدهم ديل كلهم على طوة كده. بعد ذاك عندي لبن بودرة، لأنه أصلا هي أخواننا اسمها كرات الحليب، فحأملى منه زي كوباية ونص، ممكن لحد كوبين، لكن يعني بكوباية ونص برضو بتطلع ظريفة. طبعا يا أخواننا الحلى ده حلى هندي وفيه العديد من الوصفات، حتى في وصفات يعني فيها بيض، لكن بجد الوصفة دي يا أخواننا ظريفة شديد. أعملوها أنا قبل يعني في الشاشة تعرضت لكم كوبين لبن بودرة، لكن اعملوها كوب ونص كده. عندي ده نص كوب. كده. هنحطهم على النار. وابدأ أقلب. كده. لحد ما أحس بيها بقت كلها يعني عجينة واحدة. كده. يعني ما بتاخد في النار اكتر من 3 دقائق او 4 دقائق ويمكن اقل. هأحرك باستمرار كده. كده. وما ننسى العدس بتاعنا. نكون برضو بنقلب فيه. وهنا. طيب يا اخواننا الارقام حقتنا ظهر على الشاشة، منتظرين اتصالاتكم. في المسافة دي انا ممكن اقدم العدس بتاعي.
كده. طيب اهو هبدل عشان النار دي اسخن شويه. اهو نستمر في التقليب. انا غيرتها لانه النار حقتي دي بارده وديتها للنار الاعلى كده. نحرك هنا زي ما قلت لكم يا اخواننا حلى جميل جدا وسهل، بس نحرك باستمرار كده. ما بياخد معاي اكتر من 3 أو 4 دقايق. نقلب يعني ما اخده على النار ونزح منه بعيد، لا نكون بنقلب فيه باستمرار. ربع كوباية سمنة مع نص كوباية حليب مع كوب ونص حليب بودرة كده. شايفين الغوام بتاع العجينة ماشي يتغير كيف؟ بعد كان ناعم ابتدى يصبح كده يعني في شكل يعني تحس انه فيه يعني مكردم كده. اهو العجينة ماشية معي تمام كده. اهو يلا شوفوا عجينتي بقت كيف. خلاص انا في المستوى ده كده هانزلها من النار وحاخليها تبرد حتى بعدين اكمل عليها باقي المقادير. شايفين المستوى بقت كلها كتلة واحدة كده. بعد ده هانزلها من النار. طيب نرجع للعدس بتاعنا. طيب هاجيب العدس بتاعي وهاشيل الكمشة بتاعتي. كده هأغرف العدس بتاعي. كده شايفين لونه حلو كيف. ممكن يعني اسي مثلا لو الطماطم دي مثلا يعني انتوا بتنزعجوا منها او كده ممكن في المرحله دي ممكن تضوه خلطه، لكن انا بحبها كده يعني طعمها حلو كده في الاكل، او يعني لما تكون قاعده قطعه قطعه كده بيكون جميله يعني. بالنسبه للزول اللي بينزعج من طريقه اكلها ممكن يعني يخلطها في المرحله دي. فهاجيب بعد ده هجيب الطشة بتاعتي كده هانزل بيها على العدس بتاعي كده. الو مرحب سهام. الو اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا سهام، يديك العافية. الحمد لله الله يبارك فيك، بنحاول كتير لنا زمن والله. تسلم يا رب، يديك العافية. كيف أحوالك؟ بخير الحمد لله الله يبارك فيك. يديك العافية، كيف أمورك؟
الله يسلمك ما شاء الله يا شيخ سلاف ومتابعينك طوالي انا وبناتي انا وام البنات. يا سلام الله يخليهم لك ان شاء الله ويحفظهم لك. الله يبارك فيك. الله يسلمك. الله يسلمك. الحمد لله. عندك اي سؤال؟ بنتابع معاك وبنطبق طوالي على طول. تمام. لما تطبقي رسلي لنا طوالي في الصفحه بتاعت البرنامج في الفيس عشان نعرض لك في اطبخ وارسل. ان شاء الله ان شاء الله. يديك العافيه. ربنا يحفظكم ويخليكم يا رب. ان شاء الله ان شاء الله يا رب ان شاء الله ويخلي لك بناتك يا رب ويوفقهم يا رب. ان شاء الله يا رب العالمين يحفظكم كمان يا رب العالمين. ان شاء الله. تسلمي يا رب. يديك العافيه. تسلمي. الله يسلمك. العدس بتاعي كده جاهز. انا هقدمه عليه كده. اهو. طيب انا ما عارفه اذا عندنا وقت. نقدر ندخل في طبقنا الثالث ولا كيف؟ خلاص اوكي. ممكن ندخل في الطبق الثالث فحتطلع تشوف المقادير وترجع تشوف الطريقة معي. طيب قبل ما ندخل في طريقة عمل الطبق الثالث يبدو أنه عندنا مكالمة. ألو رغية. أهلا وسهلا شيف سلافة. يديك العافية. أهلا بك وأهلا بكل الناس مدني. والله حبايبك ألف أنا فرحانة وسعيدة وعبر الناس مدني كلهم بقدم لك تحياتي. أهلا 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 بك وأنا أزعد كمان بمكالمتك وبسمع صوتك. والله أنا زي سهام أم البنات وبنتابع برنامجكم وعبرك برضو بحي الشيف عفي. يوصل ان شاء الله. توصل تحياكي باذن الله. علينا فقدناها والله شديد. والله انا كمان فقدها اكثر منكم بجد. يعني الحلقه من غيرها بحس انه في حاجه كبيره ناقصه. والله ما شاء الله. يعني احنا ما بقول لك السودانيه بنشتغل القيمه الغذائيه لكن ما شاء الله يعني بتورينا حاجات كثيره بالذات احنا عندنا شوفه وعندنا ناس كبار. صح وعندنا لا تفكر يعني بالذات ما شاء الله. ان شاء الله يا رب ربنا يقدرنا ونقدر نساعدكم اكثر واكثر ونخدمكم اكثر واكثر يا رب. قاعد تطبقي؟ ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. والله قاعده اطبق لكن للاسف ما عندي واتساب لكن ان شاء الله بعمل. ان شاء الله ان شاء الله. ربنا يديك يا رب تلفون جميل وتدخلي الواتساب وتتواصلي معانا. ان شاء الله يا شيخ سلافة. والله هنا طبعا وعدتينا بالحلقه حقت التزيين وانا من الناس اللي بتحبي التزيين؟ ايوه والله انا من الناس اللي بيحبوا يعني الصينيه تكون منظرها حلو فمنتظره الحلقه حقت التزيين بفارق الصبر. حاضر حاضر والله من عيوني باذن الله حرتب لها ان شاء الله وفي القريب العاجل باذن الله هعمل تزيين في الخبائز وتزيين في التورتات. تسلمي يا الحبيب ربنا يديكم الصحه ويديكم العافيه ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. تسلمي يا رب. عندك اي سؤال؟ في ناس كثيره منتظره. أنا بحاول أتصل مرة ثانية إن شاء الله. خلاص إن شاء الله بإذن الله. حبابك في أي وقت. تسلمي يا شيخ سلافة. تسلمي. يديك العافية. تسلمي يا رب. تسلمي. شكرا على اتصالك. الله يسلمك. تسلمي. يديك العافية. الله يبارك فيك. تسلمي يا رب. الله يسلمك. طيب نطلع فاصل ونرجع نشوف الحاصل.
اهلا بكم، رجعنا ليكم. وقبل الفاصل شفنا مكونات الكاري بالخضروات وقدمنا العدس، بس حنشوف القيمة الغذائية للعدس اول، بعدين تشوفوا معي طريقة الكاري بالخضروات. رجعنا ليكم. حأبدأ في الكاري بتاع الخضروات. فعندي طوة هأخذ عليها زيت، هأجيب أول حاجة التوم بتاعي أو البصل، ما لاقيه والبصل وينه، حطيته وين. المهم يفترض التوم والبصل بتاعي، الطماطم يفترض قبل الطماطم اعمل الثوم والبصل. طيب هاعمل حط الطماطم بتاعتي على الزيت، هاقلب. اوكي، مفروض يا اخواننا نعمل بصل وثوم قبل الطماطم، ما مشكلة. هنقلب الطماطم حقتنا لحد ما تدبل معانا. هأنزل معاه عليها من بهارات الجرام مسالة كده، طيب هنقلب. اهم حاجه يا اخوانا قلت لكم الجرام مساله مهمه شديد في دائما الاكلات الهنديه اهي كده. في الأول قبل ما تعملوا الطماطم لو حابين تعملوا بصل تعملوا توم، إذا ما حابين ممكن طوالي تنزلوا زي ما أنا عملت بالطماطم كده. أهو أنا التوم حضيفه بعدين في الآخر لأني ما نزلته مع البصل، التوم مهم شديد. فهأجيب البطاطس بتاعي، هأنزل بالبطاطس كده، هأقلب البطاطس حقي. ولازم يا اخواننا لازم الكاري مهم شديد. الو، اهلا وسهلا يا امل. امال معاكي خالتك امال يا شيخ. اهلا 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 يا خالته امال، نورتي يا اخي، بنورك يا حبيبه، اديك العافيه. كيف احوالك؟ الحمد لله. والله يا بنتي انا لي زمن من زمن ناس محمد ابو العينين انا بفتش في بضرب في ارقام كل ما فيش حد بيرد علي. معليش معليش يا خالته، معليش الشبكه، والله الشبكه بس. والله ان شاء الله انت طيبه. الحمد لله، كيفك انت؟ الحمد لله. وكيف الدكتوره؟ ان شاء الله طيبه. والله الحمد لله بخير، يديك العافيه. والله يا بنتي انا حقيقه دايرات انت شخصيا، وانا بديك رقمي وانت يا تقدري تديني رقمك الخاص لانه في مواضيع دايرة احكيها معاك. حاضر، طوالي من عيوني. يلا خلاص اوكي، في الكنترول حيدوك رقمي او انت خلي رقمك. بدوني بعد الكنترول؟ اي في الكنترول، بعدين بعد تخلص المكالمه معايا حيدوك رقمي او انت خدتي لهم رقمك، انا بتواصل معاك.
خلاص جميل جدا، لانه ضروري عايزاك تتصلي علي يا بنتي. حاضر حاضر والله، من عيوني يا خالتو امال. يا اخي سلامة عيونك. وبعدين الحليب اللي عملتي ده انا عنده غير عملتي لسه في وباقي. اي اسح بس هنزل الخضارات دي وهخلصه لكم. يا سلام عليك، لكن عليك الله يا بنتي، حلفتك بالذي خسرت. انا باخذ لك رقمي كم ما اتصلتي علي. حاضر والله من عيوني يا خالتو. حاضر، انت بس كوني حريصه خدي الرقم، وانا والله اول من اطلع من الحلقه بتصل عليكي. يا سلام، يديك عافيتك يا بنتي. ان شاء الله والله تحت امرك في اي حاجه يا خالتو. يا سلام، يديك عافيتك يا بنتي. ان شاء الله جمعا يا خالتو، طول عمرك، يديك الصحه والعافيه ان شاء الله. امين امين يا يما، امين يا يما، امين. الله امين. عندك اي سؤال يا خالتو؟ والله انا بس دايراتي انت، ودايره اشوف الحاله اللي عملتيها حتى ده نهايته كيف. حاضر خلاص، تابعي معاي وحتشوفي نهايته كيف. بس انا طوال يعني، بمجرد بس بعد دقيقتين كده ان شاء الله بواصل فيه، بس عايزه اوصل الخضروات دي بس لمرحله معينه كده واغطيها خلاها تسوي، برجع للحاله بتاعي. يديك عافيتك يا بنتي، خلاص انا بحط الرقم في الكنترول. حاضر حاضر يا خالتو، شكرا. يا خالتو امال على اتصالك، شكرا. طيب حانزل، انا نزلتها بالبطاطس، بعده الكوسه، بعده الجزر، حانزل بالبسله بتاعتي كده، حاديه حبه من الزبادي عشان نرجع للحلى بتاعنا كده. حاجه بسيطه بس يعني بدل المويه، ف كده نقلبه. لو يعني ما حابين خطوه الزبادي دي ممكن تعملوا مويه، يعني حاجه بسيطه عشان شنو الحياه تستوي لي تمام. هي اصلا الحيات مشوحه، فبس عشان يعني تكمل السوى بتاعها، وانا حغطيها على كده. يلا يفترض برضو ان الجرام مسالة انا قبل كبيتها، ما حاضيف تاني، بس مهم الجرام مسالة ولا الكاري مهمة شديد في الطبق ده. حغطيها على كده عشان اواصل في الحلى بتاعي. طيب ممكن في المسافة دي تشوفوا القيمة الغذائية للكاري وترجعوا لي. طيب اهو يا جماعه، دايره اواصل في الحلى بتاعي لانه علقت الناس، لكن معليش لانه انا كنت مستنياه ويبرد. فقبل خطيت على الطوه، خطيت عليها نص كوبايه حليب، كوب ونص لبن بودره، وخطيت معاهم ربع كوبايه زبده، وحركتهم لحد ما بقوا بالمستوى ده. هسه هي بردت، انا حواصل العجنه بتاعتي. فانا دايره حاضيف عليها طبعا أربعة ملاعق كبيرة دقيق، بعدين نص ملعقة صغيرة باكنج بودر، ودي حاجة اختيارية ممكن نستغنى عنها. بعد ذاك عندي الموية، حأضيف في الأول مبدئيا زي ملعقتين كده، وحأعجن وأشوف القوام بتاعي كيف. لو احتجت زيادة يا اخوان الموية بالتدريج، وبزيد ملعقة ملعقة كده اهي. حنعجينها كده لحد ما احس انه العجنة ناعمة، ولما اكورها ما بتشقق معي. اهو شايفين العجنة بقت حلوة كيف اتلمت معي. ممكن حتى اثناء واحنا شغالين لو حسينا انه العجنه قوت ومحتاجه زياده مويه، ممكن شنو ازيد حبه حبه بالملعقه برضو. حابدا اكورها كده، هنا
هبدأ أكور العجنة بتاعتي كده يا أخوانا. يفترض بعد أكورها أخليها ترتاح 10 دقائق، بس أنا ما عندي وقت، هأبدأ أحمر لكم طوالي. التحمير الزيت يكون يا أخوانا ساخن في الأول، بس يعني أول من ننزلها على النار نبدأ شنو؟ نبدأ نهدي النار شوية عشان ما تقوم تتحمر من برا ومن جوا تكون قاعدة نية كده. هأنزل بيديل في الزيت بتاعي، الزيت لازم يكون غزير وساخن قلنا، كمان لسه الزيت ما سخن. شوف الكاري ممكن افتحه عشان يسبك شويه. هنا هقلب، برجع تمم الكور بتاعتي اكور. بعدين يا اخواننا الشيره كوبين سكر وكوب مويه، عليهم قرفه وهبهان كده اكور عليهم قرفه وهبهان، بخطهم على النار لحد ما شنو السكر يسيح واحس انه الغوام بتاعي يعني بعد ما يبدا يغلي معي بخليه كده مسافه بتاعت 7 دقائق. بعدك بنزله من النار، بخلي العسل بتاعي يعني يكون في درجة حرارة الغرفة أو يعني يدوب كده دافي بس ما يكون سخن. بعد ذاك الكرات حقتي تكون ساخنة من الزيت الحار، أطلعها طوالي على الشيرة بتاعتي أهو كده. أنا كورتها كلها، هقلب الكاري بتاعي. الكاري بتاعي خلاص ذاته تقريبا. يا اخواننا الحاجة اللي انا حابة اضيفها بالنسبة للكاري ده، طبعا طبق هندي وبيتعمل بالطريقة دي، نحنا لو حبينا نضيف لمسة سودانية يا اخواننا ممكن نضيف دكوة، نحل دكوة بالماء ونضيفها يعني ممكن، لانه يعني نحنا الدكوة دي من سمات المطبخ السوداني اهو. هأنزل الكور حقتي كده، خلاص أنا خلصت منها، هأنزلها على النار كده، هخليها تستوي براحتها. وزي ما قلت لكم بعد ما تتحمر بشيلها طوالي من العسل، بوديها وين؟ بوديها للشيرة. طيب بعد ده الكاري بتاعي ذاته استوى، هقدم الكاري. طبق جميل ومغذي وغني بالفيتامينات لأنه غني بالخضار وكده. بس هأزوق الطبق بتاعي أزوق بالطماطم الكرزية. أنا اخترت اللون الأصفر لأنه أنا عامل الليلة اللوك بتاع السفرة كله أصفر بأسود، عشان كده اخترت إني أزين باللون الأصفر وباللون الأسود. اللون الأصفر بتحصل عليه من الطماطم واللون الأسود من الزيتون كده. حتى يا إخواننا شنو يعني برضو إضافة نكهة وطعم، التزيين بيعمل لي إضافة نكهة وطعم للطبق بتاعي. هقدمه على كده،
طيب حأشوف الحاصل على الكرات الحليب، حأقلبها. لكن أنا أساسا طبعا عاملة تجهيز مسبق، أهي أهي كده أنتوا عرفتوا الطريقة. حنحمرها، هي لساسة ما استوت وأنا زمني خلاص هخليها كده. ممكن نشوف أطبخ وأرسل، ممكن نشوف أطبخ وأرسل. طيب كفتة البطاطس سلمى وفطومة، تسلم الأيادي، رهيبة تسلم الأيادي. عندنا كركدة بالموز سرمد عبيد، تسلم الأيادي، رهيب. كرات لب العيش أم صفاء، رهيب تسلم الأيادي، والتحمير مبالغة. كرات العيش هاجر محمد أحمد، تسلم يدك يا هاجر. كرات الشعرية أم صفاء، تسلم الأيادي. كرات السميد مروة عبد الباقي، تسلم إيدك. كرات الشعرية أم صفاء، تسلم الأيادي. كرات البطاطس علا إبراهيم، تسلم يدك. كرات الأرز أم صفاء، رهيب تسلم الأيادي يا أم صفاء. كبسة فوفو المير فابي، تسلم الأيادي يا فوفو. فراخ بروست تونة صلاح الشامي، تسلم يدك، رهيب. عيش الفينو أم هاجر، تسلم الأيادي. خبز التوست مزن هيثم، تسلم الأيادي يا مزن. حلى الكاسترد مع الفواكه سلمى، تسلم الأيادي يا سلمى. السمك الكاذب أم صفاء، رهيب تسلم يدك. كنتاكي أمل مبالغة، والله زبطيو يا أمل، تسلم يدك. فبكده الحمد لله وصلنا لختام حلقتنا. اشتغلنا الليلة مطبخنا كان كله هندي، اشتغلنا العدس على الطريقة الهندية، واشتغلنا كاري الخضروات، وكان الحلى بتاعنا كرات الحليب أو جلاب جامون. وبكده وصلنا لختام حلقتنا، والحمد لله الذي أطعمنا وسغانا من غير حول منا ولا قوة. وأستودعكم الله وأترككم في أمان الله وحفظه، ومع السلامة.